الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا سعداء النهارده بتشريف نقيب محامين مصر عندنا، وبصفتي مثلا رئيس الاتحاد اتحاد المحامين المصريين بالفيوم طبعا برحب بيه، وطبعا ده فخر لنا ان احنا محامين مصريين متجمعين متكاتفين. طبعا زي ما حضرتك شايف هنا ما فيش محامين مصريين فيوم بس، لا بالعكس، في هنا من الجيزه وفي من اسكندريه وفي من المنيا، طبعا محامي مصر كلها على قلب رقم واحد في الفتره الحاليه الراهنه. طبعا سامح بيه عاشور، احنا طبعا سعداء بيه وفخورين بيك كناقبنا، وان شاء الله باذن الله كناقب قادم باذن الله تعالى. وبنتشرف بحضور النقيب العام للفيوم ويشرفنا في بلده الفيوم، البلد اللي دايما بترحب بسياده النقيب سامح عاشور، وهيفضل رمز للمحاماه وللمحامين ودفاع للمحامين. واحنا هدفنا في الاتحاد ان احنا نخدم المحامين مصر على مستوى جمهوريه مصر العربيه في اي شغل في اي مصلحه بدون اي مقابل. طبعا انا بنشكر السيد النقيب لتشريفه لينا النهارده وتحمله مشقه السفر، وده امر جميل جدا. احنا كلنا كمحامين نقابه فرعيه في الفيوم، الامر ده يفرحنا جميعا، تمام، ويشجعنا، تمام، على مواصله المسيره، تمام. طبعا فخر هنا يكون لنا نقيب زي سامح بيه عاشور، تمام، وان شاء الله يكون معانا دوره قادمه ان شاء الله. وانا من هنا اقول له يا سياده النقيب انت ورا حضرتك، تمام، رجال كل منهما نقابه في ذاته، لان اذا قويت النقابه قويت برجالها، كلنا وراك يا سامح بيه. طبعا كويس جدا ان النقيب يشرفنا هنا في الفيوم، يعتبر الاب الروحي لينا، وجوده وشرف معانا. طبعا دي فرصه ان احنا مثلا اللي عايز حاجه يكلم معاه من وجه لوجه يعني، فدي فرصه سعيده جدا، احنا مبسوطين ان هو جالنا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا في غايه السعاده ان معالي النقيب النهارده في زيارتنا، لان ده امر كان لازم يحصل من اجل مناقشه ايه الامور اللي بتتم مع الساده المحامين، ومن اجل مناقشه امور خاصه جدا بالمحامين والنقابه. فبالنسبه لوجود النقيب معانا النهارده ده امر يحمد عليه وبنشكره كلنا عليه، ونتمنى ان الامر ده يبقى بصفه دوريه.